أهلا ومرحبا بكم من جديد. ظلال الأصيل، محطات متنوعة ومتعددة في هذا المساء. المساحة الأولى تحمل عنوان إصدارات، وفيها نناقش إحدى الإصدارات الجديدة ونتناول بالحديث عن تجربة الكتابة فيها. أسعد جدا بأن أرحب بضيفتي داخل الاستوديو دكتورة آمنة الفضل. مرحبا بك حبابك عشرة. أهلا بك نزار، وأهلا بمشاهدي قناة الشروق، وعودا حميدا. يعني أتمنى أن نكون خفيفين عليهم في ظلال الأصيل. مرحبا بك حبابك عشرة. أمن الفضل، خلينا نبدأ محورنا عن المزج ما بين الدراسة الأكاديمية والموهبة والهواية. تدرستي علم النفس وتكتبين الأدب بأشكاله المختلفة، كيف زاوجتي ما بين التخصص بتاع علم النفس وما بين الكتابة الأدبية في إصدارات مختلفة؟ حنناقش إن شاء الله أثناء الحوار. هي حقيقة التخصص الأكاديمي دائما بيجي مؤخرا، يعني لأنه الإنسان في بدايته كلنا بنقوم نقول عايزين نبقى دكاترة ومهندسين، لكن فيما بعد الواحد بيقدر يحدد بصورة واضحة مجاله. فلذلك الأدب دائما بيكون هو يعني في زمن أبكر. أنا حقيقة بدأت بالشعر، يمكن لأنه هو من يعني من أسهل الألوان الأدبية، أو هو إحنا لأنه دعودنا عليه في المدارس، يمكن يكون أقرب في التعبير. يا لأنه إحنا دعودنا إنه نقرأ أناشيد، فبقى اللحن والموسيقى عندنا يعني موجود. أنا بدأت بالشعر، وبعد ذاك انتقلت للمقال الصحفي، بعد ذاك انتقلت للرواية. بتعتقدي إنه في ترتيب مسبق جوا من الفضل لترتيب الانتقالات الأدبية دي، الشعر، المقال الصحفي والرواية، ولا الموضوع ده مصادفة يعني؟ لا، هو أعتقد إنه الإنسان كل ما يكبر في العمر وفي التجربة الحياتية فبيقوم بيدخل أعمق يعني في الألوان الأدبية. أنا أفتكر إنه بحسب تخصصي، يعني زي ما أنت ذكرت يعني في علم النفس، إنه الرواية هي بتحكي عن المشاكل بصورة أوضح، يعني يمكن فضفاضة أكثر من الشعر يعني. فالقصيدة حساسة، يعني ما بنقدر نطرح فيها كل مشاكلنا، ما بنقدر نطرح فيها كل أزماتنا ونعالجها، لكن الرواية بتدينا مساحة إنه إحنا نطرح المشاكل والحلول. فيمكن دي الحاجة الوحيدة اللي أنا يعني يمكن أكون يعني نفعتني زي ما بقولوا في إنه روايتي كلها تكون يمكن قريبة للقراء، يعني لأنه يمكن بتهبش حاجات يعني بتخصهم كده. طيب مثل نقدر نقول البدايات الناضجة لآمنة في كتابة الأدب بصورة عامة، سواء كان الشعر أو حتى الرواية؟ والله أنا أفتكر إنه الدورات المدرسية هي يعني يمكن أثرت تأثير كبير فيني. يعني كنا بدأت من مرحلة الأساس، لكن الدورات المدرسية بتوري فترة دي الكتابات ممكن تميزها منها كانت ناضجة نوعا ما. كانت أي، لأنه أنت بتدخل في مسابقات وبتعرف يعني بتسمع للآخر، يعني بتلقى نفسك وقفت وين. بعد ذلك التجارب الحياتية زي ما قلت لك، يعني التجربة دائما زول لما يعيشها أو يشاهدها في عمر أكبر بيكون الكتاب بتاعته يعني شوية أعمق وأفضل يعني وأنضج اعتقادي. يعاب على الكاتب يا أمنة تنوعه في الكتاب وتنقل في أكثر من ضرب من ضروب الأدب. يعني بيعتقد الكثير من النقاد الأدبيين أن تخصص الكاتب الأدبي في نمط أدبي محدد بيديه التميز، وبالتالي عمق التجربة. يعني مثلا إذا كتبت في الرواية فأنت كاتبة رواية فقط، وبالتالي تقدمي عصارة جهدك في الرواية، لكن التنقل ما بين القصاصات الأدبية وما بين الرواية وما بين الشعر يخلق نوع من عدم نضج التجربة في تجربة الكاتب. لا، ما أعتقد. أنا أفتكر أن الكتابة دي موهبة، وحتى التعدد فيها هو ممكن يكون تقنية، لكن برضو له علاقة بالموهبة يعني. لكن أنا أفتكر إنه أي زول بيكتب الشعر ممكن يكتب أي حاجة ده، لأنه الشعر من أصعب أنواع الأدب يعني، ولو الناس بتفتكر الرواية. فأنا صراحة يعني بحمد رب سبحانه وتعالى إنه قدرت أكتب في كل ضروب الأدب يعني، وقاعد أشوف الناس يعني تتقبل حاجتي بحب يعني، ودايما بتقول إنها كتابات جميلة يعني بحسب ما أنا بسمع يعني. فما شايف إنه في إشكال يعني، طالما إنه الموهبة موجودة فالإنسان يشتغل على نفسه بالتغني بيقدر يكتب يعني. لكن التعبير يا أمنة، التعبير الأدبي بيختلف من نمط أدبي لنمط معين. يعني مثلا الشعر عنده خصائص ومميزاته، القصة القصيرة جدا والقصة القصيرة والرواية كله عنده قواعده وشروطه اللي على أساسه يجب على الكاتب إنه يكتب النمط ده. صحيح. أمنة الفضل إذا أرادت نكتب تعبير معين أو تناقش مشكلة معينة، إذا أرادت أن تناقشها على شكل قصيدة شعرية في الضوابط اللي بتحكمها على أساس إنه تكتب النص الشعري. صحيح. وإذا أرادت أن تكتبها على شكل قصة قصيرة أو رواية، فكيف التقنية؟ على أي أساس أنت تختار إنه المنتوج ده يكون قصيدة أو مجموعة شعرية والمنتوج ده ممكن يكون رواية؟ شوف، هو الشعر بيعتمد على الإحساس. أنا يعني دائما حاجة ما حسيت بها
ما بقدر أكتبها خاصة في الشعر، لكن الكتابات الأخرى اللي هي المقالات الأدبية والرواية دائما بتحكمني في المشاهدة الاجتماعية، يعني دائما بتكون مقرونة بمشاكل اجتماعية خاصة لا علاقة بتخصصي الأكاديمي يعني. فدائما أنا لما أحاول أطرحها بصورة أدبية بتلقى قبول، يعني حتى المعالجة النفسية اللي أنا بطرحها بها الناس بتتقبلها يعني بصدر رحب، يعني أفضل من روشتات الطبية الجافة يعني. نحن نجي بعدين لمسألة المعالجة النفسية واستفادتك من الدراسة الأكاديمية اللي درستيها، لكن خلينا ننتقل لمحور ثاني وهو شنو بتعتقد أنه يميز أسلوبك في الكتابة عن غيرك من بقية الكتاب الزملاء والأصدقاء؟ شوف أنا بكتب بإحساسي، يعني أنا ما بعرف أكتب حاجة إلا أكون حاسة بها، عشان كده دائما بكون مأخوذة بها وبتكون صادقة شديد. يعني حتى أتذكر واحد من النقاد كان مرة قال لي أنت بتكتبي بإحساس طفلة، بمعنى أنه يعني بيكون الإحساس صادق جدا وأنا بكتب. في كتاب طبعا بيحاولوا أنهم يداروا الحاجة دي ويخفوها، يمكن بيخافوا من النقاد ومن الجمهور يكشفوا يعني ما وراء، لكن أنا ما عندي مشكلة زي دي يعني. يعني دائما بخلي إحساسي يطفي على الحاجة يعني، أو النوع الأدب اللي أنا بكتبه، خاصة الشعر على فكرة. خاصة الشعر. Yeah. على سيرة الشعر دارين مختارات شعرية من إصدارك الأخير نهرد الحظ. اختار لنا أي قصائد. طيب أولاً سعيدة إنه أول يعني مكان يدشن فيه الكتاب في السودان هو قناة الشروق. أنا يا رفيق القلبي لست عادة، أو قصة يا سيدي معتادة. أنا وصفة سحرية بل رقصة قجرية، أنا في الهوى عدوية مملوكة للعشق والعبادة. فالحب عندي شهقة والهمس عندي لهفة والشوق عندي مارد لا يمكن اقتياده. ناخذ هي نزار القصائد دي اصلا انا كاتباها على شكل قصص قصيره، يعني ما قصائد طويله، فهي قصيده حناخد داخلها قصه. حنجي نناقش الفكره والنمط ذاته من الكتابات، لانه يبدو انه تجربه جديده نوعا ما، مساله تداخل النص الشعر القصير مع الروايه. صحيح. دي بعنوان ربيع. رايتك قرب نافذتي تهدهد خلصه ياسي، فترن إليك أوردتي تعبئ بالهوى كأسي. رأيت سحابة تمطر وبهو حديقتي يزهر يبدد نشوة الفأس. جميل. قصائد قصيرة تحمل قصص، لكن قبل ما نخش في النمط ده من الكتابات يا آمنة، قبل قلت لي انه بميز اسلوبك انه تكتبي باحساسك. اي طبعا. اعتقد نوعا ما ضيقتي واسعا باعتبار انه الكتابه يجب ان تحمل كل التجارب، مش كده؟ لا، انا اتحدث عن الشعر تحديدا. الشعر يعتمد على الاحساس والموسيقى في المقام الاول يعني، بعد ذلك تجي التجارب الادبيه. اتكلم عن تجربتك بصوره عامه يعني، ما الشعر فقط. شنو اللي بيميز التجربه الادبيه في اسلوبها ان آمنه؟ انت ما عندك اربع اصدارات الان، مش كده؟ والاربع اصدارات فيها اصدارين شعريين وفيها قصاصات قصيره اللي هي اقرب للمقالات الادبيه وفيها روايه. في اسلوب آمنه الفضلي في كل هذه الاصدارات، شنو اللي بيميز الاسلوب؟ والله انا قلت لك اي حاجه بكتبها لازم اكون حاسه بها، يعني بتلقاني انا قاعده يعني في النص عموما، يعني اذا كان مراغب او اذا كان حاجه بتهمني او اذا كان اي نوع من انواع يعني انواع التخفيف عن الاخرين يعني فانا دائما الروايه والمقال الادبي تحديدا ديل انا كتبتهم عن مشاهد حقيقيه يعني حاصله، وحاولت قدر الامكان اني اعمل بهم معالجه نفسيه لكن بصوره لطيفه زي ما قلت لك. فبتلقى بس الاحساس فيه يعني. وفي حاجه ثانيه، الناس قاعده تقول لي مفرداتك شويه صعبه، وبحب دائما الصور الشعريه تكون حتى في كتابه الروايه لما تقراها بتلقى انه الشعر داخل يعني شديد نفس الشعر في الروايه يعني. يقال انه الكاتب يسقط جزء منه في النص الادبي وإن حاول مداراة ذلك الجزء، ما الذي سقط من آمنة في كل هذه الإصدارات؟ والله في حقيقة يعني إحنا يعني بتحصل لنا على مدار الأيام يعني كثير من المشاهد، يمكن الحزينة يمكن السعيدة، بنلقى من غير ما نحس إحنا قاعد ننزلها يعني في كتاباتنا يعني. ففي حاجات قاعد تنزل حقيقة. في ناس ممكن يعرفوا الحاجة، الناس القريبين لك دائما بيقولوا لك ده إنت في النص يعني، لكن ما كل النص، بس لازم انت تكون حاضر
عشان يكون الإحساس حقيقي وصادق يعني. أنا أفتكر كده. ما بتخشي إنه تحاكمي بهذه الإسقاطات على النص باعتبار إنه على مدار التاريخ يتغير الإنسان وتتغير ويتغير تفكيره وبالتالي ينضج أكثر؟ لا ما كويس، ما هو ده تدرج في التجربة يعني. الإنسان أصلا هو ما بيخلق يعني كده زول كبير يعني، ده هو يتدرج يعني، طفولة شباب عندك يمشي كهل يعني. أنا يهمني إنه في كل مرحلة في كل كتابة من كتاباتي أكون كتبت مرحلة عن حياتي يعني. تبعين لما تيجي تقرأ أعمالك ممكن تحس إنك بتكتشف نفسك يعني، زمان كنت شنو هسي وصلت لشنو. كأنه هو توثيق للتجربة الشخصية. بعدين يا يعني انت لو عايز تكتب مذكراتك كلها حاجه سهله جدا يعني. جميل، نتكلم عن الاصدارات، نبدا بقصاصات، تجربته الاصدار الاول وكيف استطعتي انه تخرجيه للمكتبه. والله أنا طبعا يعني يمكن لقيت تشجيع، انا كنت بكتب حاجات بسيطه كده يعني في جريده جامعيه، فلقيت تشجيع كان انه انا الكتابات دي ممكن تتكتب في صحيفه يعني يوميه يعني، فكان كتبت في صحيفة الصحافة ولقيت تشجيع من القراء يعني. هم كانوا بيرسلوا لي في الإيميل إنه بكرة حتكتب شنو، فأنا أعتقد ده كان دافع يعني. حتى وصلت مرحلة إنه الناس بترسل لي مشاكلها عشان تاني يوم أنا أنزل لهم شكل قصة يعني، فدي كانت حاجة جميلة جدا، أنا كنت مستمتعة جدا يعني. الفكرة. تم تدشينه 200 قصاصات. تم تدشينه في 2017 في القاهرة، وبعدين تم تدشينه تاني في الخرطوم يعني. كيف كان تفاعل الناس مع أول قراء؟ لا هم أصلاً لأنه كانوا بيقروه على أجزاء في الصحيفة، فعشان كده كانوا يعني مفعلين معه شديد. وأعتقد إنه أي زول كانت فيه قصاصة بتمثله يعني، فهي كثيرة شديد يعني، يمكن هي أقرب ل كان تقريباً 400 صفحة يعني. تخيل إنه القصص دي كلها بتخص ناس يعني، فكان تفاعلهم عالي شديد معه يعني. طيب الإصدار الثانية هي ما تبقى من دمع. تكلم عن تجربتها برضو وكيف استقبلت الناس، وانت بتدشني تجربة تانية من الإصدارات، لعله من أقصى الحاجات على الكاتب انه تخوفه من مسألة عدم قبول هذه الفكرة وهذه الإصدارة، وانت بتكتب بنمط جديد وتطرح أفكار جديدة للناس. هي القصاصات دي كلها كانت المقال اسمه قصاصات، بعدين أنا نزلتها في الكتاب اللي هي كانت سلسلة قصاصات، كان ما تبقى من دمع هي الجزء الأول فيها. بعد ذاك يعني هي نفسية يعني، لكن الإصدارة الثانية كانت وهمست إليك اللي هي مجموعة شعرية. جميل، نمشي للإصدارة الثالثة وهمست إليك. لماذا كان الهمس في هذه المرة وهو أيضا تجربة شعرية؟ العنوان ده تعبني جدا يعني زار طبعا. العنوان ده تعبني جدا، فأي زول بيفتكر إنه أنا بخاطب شخص معين فإحنا الرواية الجزائرية أحلام قالت إنه الحاجة اللي إحنا بنقولها وبنطلعها للجمهور دي الحاجة أصلاً ما عايزين نخفيها، فطالما إنه أنا أصلاً قلت لكم أنا همست إليه فإنه أنا أصلاً يعني ما عندي مشكلة إنه الناس تعرف إنه أنا همست لمنه. كانت فكرة، كانت تجربة جميلة يعني، وكان فيها هي يمكن 20 قصيدة من القصائد الطويلة. كم؟ 20 قصيدة من القصائد الطويلة، وبرضو الناس حبت فكرتها، هي كلها باللغة العربية تقريباً. جميل، يقال بأنه الكاتب عموما يريد شيء ويظهر شيء آخر، بمعنى أن ما يسقط من الكاتب داخل الإصدار أو داخل النص الأدبي هو حقيقة الكاتب التي أراد إخفاءه، ولعل الكاتب تقسم كثيرا كل ما زادت الإصدارات. ده الذي يسقط سهوا. ده الذي يسقط سهوا. أنا قلت لك إحنا متهمين بصورة يعني مستمرة إنه إحنا أي حاجة بنكتبها معناها قصدنا بها نفسنا، طبعا الاتهام من القراء يعني والنقاد يعني، لكن ما بالضرورة يعني. أنا ممكن أكتب لزول يعني أكون حسيت بالحاجة اللي مرت به وأكتب يعني، لكن برضو لازم يعني أتقمص الفكرة عشان أقدر أكتب بإحساس يعني. طيب الاختلف شنو يا آمنة في الثلاثة تجارب الجديدة؟ التجربة الأولى وهي تجربة قصاصات، التجربة البعدة ما تبقى من دمع، والتجربة الثالثة همست إليك، وأنت الآن تدشنين التجربة الرابعة نرد الحظ. والله هو الشعر أنا عندي أسهل بكثير من الأدب يعني، من الأدب الروائي. الرواية صعبة جدا ويعني كتابتها معقدة لأنه فيها شخوص كثيرة، لازم إحنا ندرس أمزجتهم ولازم تكون عارف شخصياتهم، وتخيل إنك أنت بتتعامل مع عالم يعني جوا الرواية، لكن الشعر أنت بتكون بيتكلم
عن نفسك أو عن شخص أنت بتعرفه يعني، فما بيكون في زحمة بتاعت ناس يعني. عشان كده الرواية صعبة يعني، أنا كتبتها هي ما صعبة بالنسبة لي، لكن عموما كتغنية أصعب كثير من الشعر يعني. جميل. طيب ناخذ الإصدار الجديدة نرضى الحظ، تجربة جديدة، هي نصوص شعرية قصيرة. أنا مرة سمعت خالي شقوري قال عنده كمية من النصوص الشعرية القصيرة جدا، كان بيحاول على مدار شهور وسنوات إنه يكملها قصائد، فقال جيت واكتشفت بعد زمن إنه النصوص القصيرة هي عبارة عن قصائد كاملة. أي طبعا، بمجرد ما وقف إحساسه هنا قصائد كاملة. فكلمينا عن تجربة القصائد القصيرة جدا دي. شوف، هو كتابة القصة القصيرة جدا أصعب من القصة القصيرة، وكتابة القصة القصيرة أصعب من الرواية، لأنك أنت بتكتب يعني مجموعة بتاعت مشاهد في حاجة بسيطة جدا، ودي عايزة تغنية عالية وعايزة ضبط شديد على فكرة يعني، ما حاجة سهلة. فأنا أفضل لي أكتب قصيدة كبيرة فضفاضة مما أكتب حاجة صغيرة وأقدر أنزل فيها كل الإحساس وكل المشاهد وكل الحاجة اللي أنا عايزها. فهي تجربة صعبة، لكن بس فيها ميزة، القصيدة انتهت حتى لو فيها بيتين أنت ما بتقدر تضيف لها حاجة تانية، لأنه أنا بفتكر بيكون فيها نوع من الخلل يعني. فهي بتكمل نفسها يعني. أنا هسي القصايدة الكاتبة دي يعني القصيدة بتجيف برا، ما بقدر أضيف لها حاجة تانية. هل بتعتقدي أنه القصيدة الشعرية بهذا الحجم ممكن أن توصل الفكرة التي أرادت آمنة الكاتبة أن توصلها؟ هي الهدف أصلاً أنه هي توصل الفكرة. أنا قلت لك إذا أنت كتبت بيت شعر واحد قدر يوصل الفكرة للآخرين أعتقد كفاية يعني. فدائماً الكتابة الفضفاضة ما بنحكم بها إنها هي الأفضل في توصيل الفكرة. الفكرة ممكن تصل في سطر واحد، ممكن تصل يعني تصل في ألف، بس المهم الأهم حاجة إن إحنا نقدر نوصل الفكرة للقارئ. طيب خلينا بما أنك جبت القارئ نجيب عن تجربة القارئ ذاته يا أمي. هل بتعتقد إنه القارئ ممكن يقبل تجربة إنه قصيدة تكون من 4 أبيات والقارئ متعود على قصيدة يكون فيها 20 بيت و30 بيت، خصوصا عندك تجربة بتاعت قصائد طويلة يعني؟ هو خلينا برضو نكون واقعيين أكثر، الناس بتزهق سريع. أنا طبعا بحسب الشايفاوي يعني التوتر الحاصل والزهج وقلة الوقت والناس بقت مزحومة، الناس بقت حتى في الرواية بتفضل الرواية القصيرة يعني. حكاية الرواية اللي فيها 500,000 ورقة، الروايات اللي قريناها زمان ما فيها السبيقت وقفت ليه، الناس بقت تحبز الحاجة القصيرة يعني. كل الحكاية بقت تيك اواي يا نزار، انت بتكون عارف الحاجه دي. فانا دائما لما اقدم للقارئ حاجه يعني تتناسب مع وضعه الحالي ايا كان يعني زمنه تفاصيله من غير ما ترهقه افضل لي يعني، لانه في النهايه انا عايزه اوصل له الفكره، عايزاه يشاركني الحاجه اللي انا عملتها. فدائما ما بتعبه يعني، بحاول دائما اختار الاريح، ودائما الزول بيمشي مع الزمن يعني. يعني كل زمن عنده قراء وناس وتفاصيل. طيب انت هل كتبتيها على مزاج القارئ الان الملول، ولا كتبتيها لانه أنا التجربه كانت ملوله تحتم؟ انا شخصيا ملوله يعني. يعني انا اذا ما عجبني الكتاب ما بكمله يعني، ممكن اقفل من اول صفحه يعني. ممكن تكون دي سقطات شخصيه يعني حقتي انا، لكن برضو انا شايفه انه الان الناس بتحب الحاجه السريعه يعني، ما عندها استعداد تقرا قصيده ب 100 يعني بيت، شايفة أنا يعني. فأنت لازم تستصحب القارئ معك، وإلا ما حزول حيقرا لك أدبك يعني، إحنا ما بنكتب لنفسنا صح؟ جميل. حابة تقول إيش معنى إصدارك الأخير نرد الحظ؟ والله أنا الحمد لله مبسوطة جدا، لأنه في الزمن اللي إحنا فيه ده يعني مع الحالة الاقتصادية ومع التفاصيل الحاصلة يعني دون ذكر تفاصيل، أنا أفتكر كونه زول يقدر ينتج بجهد ذاتي يعني كتاب للمكتبة الوطنية السودانية، أنا أفتكر دي حاجة جميلة جدا يعني، وما حاجة سهلة يعني. كتر خيرك دكتورة أمنة الفضل الكاتبة الروائية، كنت ضيفة عزيزة علينا في نضال أصيل، شكرا جزيلا. نتمنى أن يجد هذا الإصدار الجديد نرد الحظ وجوده بين قلوب القراء وفي المكتبات السودانية موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم، شكرا لقناة الشروق، وإن شاء الله دوم موفقين يا رب إن شاء الله. شكرا شكرا.